مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وخلال نهار يوم غد الاثنين بحول الله. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر، تفرق لبعض الغيوم 17 درجة كحرارة دنيا متوقعة، الملموسة 16، نسب رطوبة متدنية 52%، أما الرياح ستكون خفيفة لمعتدلات السرعة. انتقل الآن إلى المنطقة الشمالية وتفاصيل الحالة الجوية هناك، حيث يسود طقس غائم جزئي في عموم تلك المناطق، إربد 28 إلى 15، عجلون 25 إلى 15، المفرق 30 إلى 16، جرج 28 إلى 16. ننتقل للمنطقة الوسطى، ارتفاع واضح على درجات الحرارة، البلقاء طقس غائم جزئي 28 إلى 19، عمان 26 إلى 17، الزرقاء 31 إلى 16، مادبة 28 إلى 16، البحر الميت 34 إلى 22. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، طقس غائم جزئي في الكرك 25 إلى 15، الطفيلة 25 إلى 16، معان 27 إلى 15، الشوبك 23 إلى 14، العقبة 33 إلى 21. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشت طقس غائم جزئي 31 إلى 18، الصفاوي 31 إلى 16، الأزرق 32 إلى 17. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.